النجمة جهان خليل منورة الدنيا، واحكي لنا عن إطلالتك النهاردة. والله الإطلالة كلاسيك ستايلست حسن يونس هو اللي منصف كل الحاجات، الجولري الفلاش وكل حاجة. طلع اللوك ثانك يو سو ماتش، ميرسي والله. قولي لي، طب بتحبي أكتر الستايلات اللي بتحبيها إيه؟ والله أنا حد بسيط، بفضل الحاجات البسيطه، بس طبعا لما بيبقى في مهرجان وسينما وكده لازم نبقى لايقين على المكان اللي احنا موجودين فيه. النهارده كان ريد كاربت البريمير بتاع الفيلم المغربي، فلازم نبقى يعني على قد الحدث. بس في العادي انا بحب الحاجات البسيطه، السلات غير ميك اب، بس النهارده يعني عشان حدث بشكل. دايما انتي ملامحك حلوه ما شاء الله ما شاء الله يعني. قولي لي علاقتك او قمه اهتمامك ببشرتك، برشاقتك، يعني اكيد في والله في مفيش حاجه. مش انا الشخص الصح عشان يقول الحاجات النصايح اللي اشربوا ميه كتير. لا، ما بقولش نصايح، انا بقول انت حضرتك. بس ممكن اقول بس انه مثلا انا اخر حد انا يعني بتغير في الادوار حسب الدور، مش ببقى مثلا طول الوقت خاسه او طول الوقت فقدانه او لو الدور بيستدعي حاجه معينه بعمله. لو الدور يستدعي شياكه وكده بحاول ابقى شيك، ولو الدور بيستدعي ان انا ابقى بسيطه من غير ميك اب والناس تشوف وشي طبيعي وتشوف تعبيراتي وكده ببقى كده. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا ابقى الانسان اللي انا بقدمها للناس عشان تصدقني. بس في الحياه والله مش بعمل حاجه قوي، يعني بحاول احافظ. بس ايه، هي مراحل، يعني شهر شهرين اهتمام بالسكين كير والحاجات دي بعدين بوظان. لو الرشاقه برضو ومع القوام، يعني الوزن مع الطول، فانتي يعني مش قوي والله. مش لو الناس ملاحظه انا مش قوي 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 اللي هو الرشاقه والحاجات دي، هي بتبوظ وبترجع وهكذا، يعني مش شخص قوي بهتم. بس لا يعني بشجع الناس تهتم بصحتها طبعا. اكيد. طب قولي لي، وشركتك السنه دي في المهرجان بتاع القاهره السينمائيه شايفاها ازاي؟ الدوره دي شايفاها ازاي بعينك؟ انا بشكل عام بالنسبه لي مهرجانات السينما بشكل عام ومهرجان القاهره السينمائيه الدولي بشكل خاص، انا حاسه ان اطلع مفرحه ومبهجه بالنسبه لي. احنا بنحتفل بالسينما، بنشوف افلام، بنحضر بانلز، بنبقى يعني هي هو مهرجان بتاعنا، يعني مهرجان بتاع السينمائيين. فانا ببقى مبسوطه جدا 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 ان احضره، وطبعا دوره موفقه، وبقول ان شاء الله خلاص الختام فاضل له حاجه بسيطه. فقلت لك كل الناس اللي شاركت في كل المسابقات الدوليه والعربيه. طب اخر حاجه صغننه كده، لكل اللي بيحب الفنانه جهان خليل تحب تقول لهم ايه؟ رسالتك ليهم؟ والله ما عنديش رساله محدده لها علاقه بيا، بس بقول لكل الناس ان كل واحد يحاول على قد ما يقدر ما يعني يجري ورا حلمه ويمشي ورا الحاجات اللي نفسه فيها، وما يسمعش كلام الناس وكلام احباطات اللي حوالينا. اي حد بيحبطك او بيرجعك لورا او بيقول لك مش هتحقق حاجه، ما تسمعش كلامه، اسمع كلام قلبك وعقلك وايمانك بنفسك. بس دي رسالتي لكل جيلنا يعني. شكرا جدا.